السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ أنا متعكنن ومخنوق وقرفان ومش قادر أقول لكم أنا عامل إزاي، وأنا مش قادر بجد. إيه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك ده؟ إيه اللي بيحصل؟ الكورة الدنيا فيها إيه؟ الكورة حصل فيها إيه؟ لما النادي كله بكابتن الفرقة، إذا كانش كبالة ولا طارق ولا عبد الشافي ولا اوباما ولا كابتن ايمن يونس بجلاله قدره ولا حازم امام الكبير ولا مش عارف مين ولا مين، يتحايلوا على الكابتن اشرف بن شرقي الباشا علشان يجدد. حلو قوي دي، ما تجددش، امشي الف مليون سلامه. هو انت لو كريستيانو رونالدو كان حصل ايه؟ امال انت لو لعيب كوره بقى زي الكتاب ما قال كان حصل ايه؟ انا مش قادر اقول لك. انت لعيب كويس ومهاري وبتفيد وتعمل وتسوي، لكن ما تتنمرضش. خدت قرار يلا يا عم بالسلامه. هو في ايه النهارده؟ حصل مشاده قويه بين رئيس النادي كابتن حسين لبيب وباتريس كارترون، علشان بيقول له جمد النشاط بتاع الراجل ده، مش عايز يجمده. قال لك لا ده لسه هيكمل معايا بقيه الدوري. هو انت بتلوي دراعنا؟ هو انتوا عايزين ايه؟ هو في ايه؟ الدنيا مالها يا عم باتريس كارترون؟ لا جمد نشاطه، الراجل مش قلبه على النادي، الراجل جاي ياخد فلوسه خلاص، بيفكر في الفلوس، ما يمشي. لما كل نجوم مصر كلها كده ابتدت تحل عليه علشان يمضي ويجدد ويعمل ويسوي ويتنمرض. ايه ده؟ ده ايه الكوره دي؟ اول مره نشوفها، تعبنا. هنفضل كده لحد امتى؟ النادي هيهدى لحد امتى؟ كل ده عشان نشيل خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من نادي الاهلي، ويحصل دربكة. وكان قبل الدربكة كان بموضوع التجديد، وده مش عارف يعمل ايه، وده يسوي ايه، وده هو في ايه؟ هو في راح تعب؟ بشكركم، مش هتكلم اكتر من كده، زهقان وطهقان. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.